السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة نتقابل علشان نتكلم في الحلقة 10 من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، ازاي نتعايش معاه. ودي الحلقة الأخيرة وأنا مبسوطة جدا وفخورة إن أنا قدرت أكمل العمل ده بمساعدتكم وبمشاركتكم ليا في التعليقات. وكمان أشكر الزميلة العزيزة اللي عملت الهاند أوت بتاع المحاضرات بتاعتي، وهي دكتورة صيدلانية الدكتورة منار عصام. متشكرة ليكي جدا ومتشكرة لتقديرك ودعمك، وأرجو أني أكون دايما عند حسن ظنكم. النهاردة هنتكلم على تعاملنا مع زملاء العمل وتعاملنا مع العائلة. كنا اتكلمنا في قبل كده في المحاضرات اللي فاتت عن التعامل مع العائلة والتعامل مع الوصمة بتاعة المرض النفسي، وإزاي أن احنا مش كل حد هنقدر نقوله أن احنا عندنا بايبولر أو أن احنا عندنا اضطراب وجداني، ومش كل الناس هنقدر نبقى صريحين معاها. ممكن نختار نقول وممكن نختار ما نقولش على حسب قرب الشخص مننا وتوقعاتنا منه هيتعامل ازاي معانا في المحنة بتاعتنا. وكمان بعد نوبات المرض بيتعرض الأزواج لأزمة كبيرة جدا، ان بيبقى الثقة اللي ما بينهم بتتهز شوية من بعد نوبة المرض بالنسبة للراجل وبالنسبة للست. يعني لو كانت الست زوجة انسان عنده بايبولر فبتخاف ان هو يعرف عليها ستات تانيين لانه عرف عليها ستات تانيين اثناء فترة المرض مثلا، او ان هو هيخونها، فبتبقى خايفة جدا من العلاقة الحميمية انها ترجع تاني. فده بيبقى محتاج علاج زواجي وتثقيف للعائلة وتثقيف للزوج والزوجة، ولازم الاتنين يدخلوا في برنامج علاجي مع بعض تحت اشراف دكتور او معالج نفسي متخصص في العلاقات الزواجية. وده مش عيب ولا حرام، بالعكس احنا لما بنستثمر في حاجة زي كده احنا بنستثمر في علاقاتنا علشان نتفادى قصة الطلاق، لان الناس دلوقتي بقت بتستسهل الطلاق وبدون اسباب قوية. فقبل ما نروح لسكة الطلاق وانا مش عايزة اعيش مع البني ادم ده وانا خلاص كرهته وكذا، لا، انا افضل اسعى بكل الطرق ازاي ان انا امشي العلاقة دي وازاي ان انا احافظ عليها، لان مش من السهل ابدا ان انا الاقي شريك حياة كل يوم. فده اللي هنتعرف عليه النهاردة، وازاي نتعرف على خطة الطلوع على المعاش، وازاي ان احنا هنتعلم ازاي هنتعامل لما بنبقى فاضيين، طب ايام الاجازات نخططها ازاي. الكلام ده كله ده اللي هنتعرف عليه النهاردة. تعالوا بينا نشوف السلايدز ونكمل كلام. مهم قوي ازاي ان انا اتعامل مع العائلة وزملاء العمل. تفاعل العائلة مع المريض بيتراوح ما بين التدخل والحماية الزايدة او الدعم او القلق عليه او الغضب والعدائية الشديدة او الرفض، لان هو رفض ان الشخص ده يكون مريض، ورفض اصلا الدياجنوزز ورفض كل حاجة، وانعدام الثقة او الاحباط. احسن حاجة في دول مين؟ الدعم، ده مهم جدا. التدخل والحماية الزايدة ده بيجيب انتكاسة، دراسات اثبتت انه بيجيب انتكاسة للمريض. تجدد المشاكل مع كل نوبة جديدة، لان كل المشاكل اللي كانت في النوبة الاخرانية بتتجدد وترجع تاني، خاصة بين الازواج وما يتعلق بالعلاقة الحميمية ما بينهم. زي ما قلتلكو ان التراست او الثقة بتبقى محتاجة وقت علشان ترجع بين الزوجين يقدروا يعيشوا مع بعض تاني. تفاعل العائلة مع حقيقة المرض، ما بين ان هم ما بيصدقوش اصلا ان في مرض فعلا كده ويقول لك انت كسول، او يقول لك طب قرب من ربنا اصل انت بعيد عن ربنا اليومين دول، وما بين ان هو تسمية العلاج انه ادمان، البلابيع اللي انت بتاخدها، الادوية اللي انت عملت بلبعها، او لا يصدق ان المرض له جذور بيولوجية ووراثية فيقولك لا انت بيتهيأ لك، او ان هو بيعزو كل تصرفات المريض وكلام المريض للمرض اللي هو مرض وطلع له بني ادم، كأن يعني العيان ده مش بني ادم، لا ده مرض وطلع له بني ادم. القاء اللوم على المريض نفسه فيما يخص الحاجات اللي وصلت إليها الأمور، على طول يلقوا اللوم على المريض نفسه. وهنا بتأتي أهمية العلاج الزواجي والتثقيف النفسي للمريض وللعائلة كمان. طيب خطوات التعامل بقى مع العائلة نفسها، أهم حاجة التثقيف النفسي. لازم الدكتور أو المعالج النفسي بياخد الدور ده هو إن هو يعلمهم يعني إيه مرض اضطراب وجداني ثنائي القطب، ويعني ايه التداعيات بتاعة التشخيص دهوت، وهنحتاج ايه في المستقبل، والامور هتمشي ازاي. ليه بقى؟ عشان اقلل النقد الموجه من العائلة للمريض نفسه.
لان هم مش فاهمين طبيعة المرض، يبقى نعرفهم ايه طبيعة المرض ده، هو ايه الاعراض اللي بتحصل في المرض ده، ازاي بيؤثر على علاقتي بالعائلة، ان انا في فترة من الفترات هبقى منسحب تماما، مش هقدر ان انا احضر مناسبات، ومش هقدر ان انا اخرج معاكم ولا احضر العزومات بتاعتكم. نعرفهم ايه هي اسباب المرض ده، وان انا ما اخترتش ان انا اكون عيان اصلا، وايه هو العلاج المتاح، وان العلاج ده مش ادمان ولا حاجة، وماذا يحمل لنا المستقبل من تداعيات نتيجة التشخيص ده. فوجود كل الامور ده هي في التثقيف النفسي، او ان انا حتى اقول للعيانين يشوفوا الفيديوهات زي الفيديوهات بتاعتنا ده، هي اهل العيان يشوفوها، بيتساعد كتير قوي، ساعد كتير قوي في التحسن بتاع المريض وتحسن اداء العائلة مع المريض. طيب، استخدام مهارات بقى التعامل مع العائلة. انا هقول لكم حاجة بسيطة وبعدين نكمل القصة. ايه اكتر حاجة بتعمل مشاكل بين البني ادمين؟ سوء الفهم، ان انا ترجمت الكلام اللي قدامي قالهولي غلط، وان انا اخدته على صدري واتفاعلت بناء على الفهم اللي انا فهمته، بينما ممكن يكون اللي قدامي ما قالش اللي هو عايز يقوله فعلا، وانا استقبلت اللي هو مش عايز يقوله بشكل خطأ، وبالتالي تصرفت بشكل خطأ، وبالتالي الفجوة اللي ما بيننا بتوسع بتوسع بتوسع، لغاية لما نقول ايه، احنا خلاص انا مش عايزة اتعامل مع البني ادم ده، خير شر كله كله مش عايزه. فعشان ما نوصلش لهذه النقطة، محتاجين ان احنا نرجع خطوة للوراء ونعرف احنا بنقول ايه، وهل اللي احنا بنقوله هو فعلا اللي احنا نعنيه ولا لا، هل الشخص التاني بيقوله هو فعلا اللي هو يعنيه ولا لا، ولا بيقول حاجة من كتر حرقة الدم اللي هو فيها وبيبعبع بأي كلام وخلاص، وهل احنا لما استقبلناه استفهمنا من الشخص اللي قدامنا هو انت تقصد كده فعلا ولا تقصد حاجة تانية. علشان الافتراضات اللي احنا بنفترضها عن نفسنا وعن الاخرين، والتوقعات اللي احنا بنتوقعها من الاخر تجاهنا، هو ده كله اللي بيوسع الفجوة اللي بيننا وبين اللي حوالينا، خاصة بين الازواج، ودي حاجة مهمة. فناخد خطوة للوراء ونشوف ايه التصاعد الحديث اللي بيني وبين الشخص الاخر، ليه حصل التصاعد دهوت، وهل فعلا انا غلطت في الكلام، هل هو غلط في الكلام، هل هو معبرش عن الطلبات اللي هو محتاجها، معبرش عن احتياجاته النفسية اللي هو احتاجها، علشان كرامته ناقحة عليه انه يطلب حاجة زي كده وعايزني انا افهم لوحدي. كل ده بيأثر على العلاقات البينية بين البني ادمين. تعالوا نكمل كلامنا، نشوف. عملوا دراسات وقالوا ان في مهارات اسمها مهارات تواصل اجتماعي فعالة لتقليل النقد اللاذع وتقليل الصراعات. تعالوا نتعلم، هو احنا فاضيين غير لان احنا نتعلم؟ احنا لازم نتعلم، لان مفيش حد اتولد من بطن مامته عارف ازاي يتعامل مع الاخرين. التواصل الفعال يحسن العلاقة مع العائلة، وأيضا يسهل التعافي من نوبة المرض. عند تصاعد حدة الحوار لازم تاخد خطوة للخلف وتنظر للأمور من منظور الشخص الآخر. التصديق على مشاعر الشخص الآخر لازم تعمله فاليديشن، وكمان الإنصات النشط، ان انت ازاي تنصت للشخص اللي قدامك وتعرف هم عايز يعبروا عن ايه، وتتعاطف مع موقفهم، وان ذلك لا يعني موافقتك على ما يقولون، ولكن تفهم لوجهة نظر الاخر حتى تقلل غضبهم ولومهم لك. حافظ على استمرار التواصل البصري مع المتحدث، يعني ما تبقاش مشغول بالموبايل وانت بتتكلم في حوار، ما ينفعش. استخدم لغة الجسد وإيماءات تدل على انك مستمع جيد للشخص اللي قدامك، ايوه، تدل على اهتمامك بما يقوله المتحدث معك، واسال اسئله استيضاحيه لما يقوله المتحدث، يعني لازم تساله هو انت قصدك كذا، طب انت قصدك كذا، يعني انا فهمت صح من كلامك. واعد صياغه ما سمعته حتى تتاكد من انك فهمت ما قاله لك المتحدث بشكل صحيح، ده اللي هو اسمه paraphrasing and reflective listening. نيجي بعد كده ازاي هنصيغ الطلب للتغيير الإيجابي. يعني مثلا اللي قدامي بيعاملني بطريقة أنا مش حباها، إزاي أعلمه أو إزاي أفهمه إن الطريقة دي مش مريحاني، وإن أنا محتاج إن هو يتعامل معايا بشكل أكتر أحسن. لازم تطلب التغيير الإيجابي من الآخر بشكل دبلوماسي، بدلا من أن تنتقده على الأسلوب الخطأ الذي فعلته. لأن لما واحد تيجي تقوله أنت أسلوبك غلط معايا، تفتكر هيسمعك بعد كده، أو هيسمع اللي أنت بتقوله بعد العبارة الرخمة دي؟ مش هيسمع. يبقى احسن ان انا اتعامل بشكل دبلوماسي. ازاي؟ هنظر للشخص اللي انا بتكلم معاه واطلب منه بشكل واضح وبشكل دبلوماسي
ايه اللي انا عايزه انه يعمله، مش ايه اللي هو عمله غلط، لا ايه اللي انا عايزه انه يعمله، وبعدين اوضح له ان انا مقدر جدا وسوف اقدر ذلك جدا اذا فعله بهذا الشكل، واوضح له اهمية ذلك بالنسبة لي، واوضح له ان انا ساشعر بالعرفان لو حدث ذلك. تمام كده. بعدين استخدم مهارات حل المشكلات لتقليل الصراعات مع افراد العائلة، اللي هي وجود صراعات غير معلنة، خلي بالكو غير معلنة يعني انا ما قلتش عليها، ولكنها موجودة تحت السطح وبتظهر من وقت للتاني في الانفعال بتاعي، يزيد من شعور الاخرين بالاستياء والامتعاض والاحباط، ويزيد اللوم والانتقاد والغضب، زي مثلا مشاكل مالية، مشاكل تخص تربية الابناء، مشاكل في العودة للعمل او ان انا افضل في اجازة، مشاكل تخص العلاقات الاجتماعية بالناس اللي حوالينا، مشاكل تخص العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمة. فأي مشكلة، أي مشكلة لازم نعمل الخطوات اللي جاية دي، لأن الخطوات دي مدروسة علميا، فإحنا مش هنروح نخترع العجلة، دي حاجات الناس عارفينها من قبل كده، فإحنا هنمشي على الخطوات اللي قالوا لنا الناس زمان، اللي هي أن أنا أعرف المشكلة ما هي وفي أي شأن، أكتب كل الحلول المقترحة، أعمل عصف ذهني، أطلع كل الحلول حتى النادر منها أن أنا أوصل له، حتى الحلول الصعبة أكتب مميزات وعيوب كل حل، أكتب افضل الحلول مما سبق واكثرها مميزات واقلها عيوب واقلها عيوب، وبعدين اخطط ازاي هنفذ الحل اللي وصلت له ده، واكتب الموارد اللي انا محتاجها عشان تنفيذ الخطة والخطوات بتاعتها، وانفذ الحل واقدر مجهودي ومجهود الشخص الاخر. ويا سلام بقى ان انا لما اعود للصف للخطوة الاولانية واتبين هل اللي انا فعلته ووضعت حل للمشكلة المذكورة ولا ما وضعت لهاش حل، لو الإجابة بالنفي يبقى أعدي على كل الخطوات دي وأعيدها تاني كلها. مهم قوي إن الشخص اللي قدامي يحس إن أنا بشركه في حل مشكلاتي، ما يحسش إن أنا بتجنبه أو إن أنا زي حاجة على جنب أو إن أنا مش عايزه يتدخل في شؤوني. ليه؟ لأن ده بيخلي العلاقة تبقى على شفا حفرة من إن إحنا ننفصل. فكونك تشارك الشخص اللي قدامك مخاوفك وتشاركه المشكلة بتاعتك وتشارك معاه الحل، هتضعه في المسؤولية معاك، وممكن هو نفسه يقول لك حلول احسن من اللي انت قلتها، بحيث ان اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار زي ما بيقولوا، فبيطلع لك بحلول مبتكره تقدر ان انت تحل بيها المشكله بتاعتك وبتاعته من غير ما يتصاعد الصراع بدون داعي. قال ازاي اتعامل مع الحمايه المفرطه والتدخل الزائد في شؤوني؟ دي مهمه قوي، مهمه ان الناس تعرف ان الشخص اللي عنده اضطراب وجداني ثنائي القطب مش شخص فقد الاهليه، بالعكس هو شخص ذكي وشخص قادر انه يحل مشاكله، ولكن بتجيله نوبات من المرض اللي بتخليه يتعطل. طيب ازاي ان انا هفهم الاخرين وجهة نظري في الامر ده ان هم ما يتدخلوش او يعملوا لي حماية زايدة؟ تعالوا نشوف. اهم حاجة ان انا اتعامل مع الحماية المفرطة والتدخل الزايد ان انا احاول اتفهم دوافعهم لهذا السلوك، عارف ان هم مهتمين بي وعارف قلقهم الزايد عليا من الانتكاسة، التصديق على مشاعرهم المخلصة تجاهك ونواياهم الطيبة، اعملهم فاليديشن، اطمنهم ان انت بتبذل ما في وسعك للحفاظ على ايه خطة العلاج والالتزام بيها، اطلب حقك في الحفاظ على حدودك بشكل واضح وديبلوماسي وفيه احترام وتقدير للاخر، اطلب تغيير الايجابي ان انت تطلب الحاجة اللي انت عايزهم يعملوها، وان انت هتبقى مقدر ان هم لو عملوها بالطريقة دي، بدلا من لو نموهم على اسلوبهم الخطأ معاك، يعني ما تبقاش عندك اسلوب فيه اتهام او نقد بالنسبة لهم عشان ما يتحسسوش من كلامك. استخدم مهارات حل المشكلات والتفاوض من اجل الوصول لشيء تقبله انت والاخر، وتحط علاج اليوم في طبق صغير مثلا فوق المكتب وما تتكلمش عنه، دي قلناها الحصة اللي فاتت، واطلب وقت لتهدأ قبل ان يتصاعد الحوار اكثر واكثر، لا استطيع مناقشة هذا الامر الان، اجعلنا نتناقش فيه غدا مثلا. جرب المهارات السابقة مرات كثيرة خارج دوائر الصراع، يعني اجربها مع حد امن الاول، اجربها مع حد بعيد الاول غير دوائر الصراع عشان اتعود على التكنيك، اتعود على الطريقة، وبعدين اجربها مع الاشخاص القريبين. ليه؟ عشان ابقى ماهر فيها، بنفذها بسهولة قبل ما اطبقها مع افراد العائلة. بعد كده الفهم الخاطئ لمشاعر او نية الشخص الاخر بيسبب الكثير من المشاكل، ففي حاجة اسمها العلاج المبني على التعقل اللي هو mentalization based therapy، ده واحد اسمه باتمان اند فوناجي، هم اللي عملوه سنة 2010،
ومن المهم جدا ان انتوا تقروا كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة للكاتب جون جراي، موجود في مكتبة جرير ومكتبة نور العلم. توقف عن الافتراضات والتوقعات واسأل الشخص الآخر بفضول، يعني انت انترستد انك تعرف، انا نفسي اعرف انت بتفكر في ايه، من غير ما تفترض، بدل الافتراضات دي اللي بتودينا في داهية، عن ما يعنيه الشخص الآخر ويقصده بكلامه بشكل مباشر. اشكر الشخص الآخر على محاولته المخلصة لجعل الأمور تسير بينكما بشكل أفضل، لأن ده يستحق الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الخوف وعدم الثقة في استعادة العلاقة الحميمية بين الزوجين دي بتبقى مهمة جدا فيها العلاج الزواجي، زي بالظبط أم 44 لما سألوها أنت بتحركي رجليك إزاي، لما جت تحاول تفهمهم هي بتحاول تحركها إزاي، بعد كده معرفتش تمشي. يعني مش من المفترض ان انا عشان كنت متجوز قبل كده ان انا بعد نوبة المرض هرجع لعلاقتي الزوجية بشكل مباشر من غير ما يبقى فيه فترة تليين. ففترة التليين دي هي الفترة اللي انا برجع استعيد فيها نفسي كبني ادم، تحتاج وقت وتحتاج تفهم من الاخر. طيب ازاي اتعامل مع متطلبات العمل والزملاء؟ ان انا مشاكل العمل بتواجه 80% من المرضى، 65% ما بيجدوش العمل المناسب ليهم بالرغم من انهم اكثر تأهيلا من الاخرين. اكبر المعوقات هي اعراض الاكتئاب، لان هي دي اللي بتكتفني في البيت، والمشاكل المعرفية اللي بتخليني مش عارف اركز كويس في الشغل. 62% مع الحفاظ على العلاج استطاعوا أن يحافظوا على عملهم ويترقوا فيه، كما أن العمل مهم في رحلة التعافي. يعني مش أنا اللي هشجع الناس أنها تقعد في البيت، بالعكس العمل مهم في رحلة التعافي، وكمان المرضى بيتميزوا بقدرتهم على الإبداع، فأنا مش عايزة أخسر الإبداع بتاعهم، وأحافظ على حدودي في الشغل كويس قوي، يعني مش أي حد يعرف عني أي حاجة، وأحافظ على العلاج وأحافظ على وقت راحتي، محدش يتعدى على وقت راحتي ويفضلوا يحطوني أون كول كل يوم، ما ينفعش. واقول لهم في الشغل عن مرضي ولا لا، ده احنا اتناقشنا فيه قبل كده وقلنا ان احنا مش هنقول علشان مش كل الناس هتتفهم طبيعة المرض بتاعي. هل زملاء العمل كلهم بيأدوا بنفس الاداء؟ هل كلهم بيبقوا كل يوم بنفس الحماسة؟ لا طبعا، حتى لو ما عندهمش اضطراب وجداني ثنائي القطب. استراتيجيات الرعاية الذاتية في العمل، ايه اللي المفروض اعمله؟ ان ساعات العمل تبقى منتظمة، ده اللي انا محتاجه، وان مواعيده غير مبكرة قوي، عشان انا لو باخد دواء للنوم مش هعرف اصحى ويبقى فايق الصبح بدري. ممكن اشتغل نص وقت بنص راتب، ممكن اشتغل من المنزل لو نفع ان انا اشتغل من المنزل اللي هي working from home. ادارة الضغوط في العمل، ان انا اوزع المهام، ماشي، ابعد عن الضوضاء، ان الاضاءة في الشغل تبقى مناسبة ومفيش مشتتات كتير في الغرفة اللي انا قاعد فيها، البعد عن المهام التي تزيد التوتر، وطلب المساعدة عند الحاجة، وان انا استخدم وقت فترات الراحة لشحن الطاقة، مش ان انا اكمل فيها المهام اللي انا ما كملتهاش. مهمة جدا الحكاية دي. ادارة وقت الراحة والاجازات، ان انا اعمل افويد الاوفر سكيدولينج، تلاقي العيان حاطط لنفسه تارجتس كتير جدا في وقت الاجازة وهو مش هيقدر يعمل ده كله، فيجيله احباط. ومهم جدا ان انا ما نمش وقت طويل، او ان انا اقعد اتفرج على التلفزيون وقت طويل، إن بحيث ان انا بهرب من مشاعري او بهرب من المشاعر الخواء او الفراغ او كذا، لا، ان انا احط جدول في وقت الاجازات امتع نفسي بيه، امتع نفسي بيه. التأهيل الوظيفي، ازاي ان انا اعمل تأهيل للعيان بعد ما خرج من المرض انه يرجع لوظيفته تاني، وبعدين ازاي هيدير حياته بعد التقاعد الطبي، ده مهم جدا يفكر في مشروع يشغل وقته بيه. والعمل التطوعي، ان انا ازاي اشتغل عمل تطوعي عشان اوجد معنى لحياتي وانشئ صداقات جديدة بعد الخدمة بتاعتي، وان انا انظم جدولي اليومي علشان المزاج ما يقعش مني. بكده اصدقائي الغاليين نبقى خلصنا كتاب التعايش مع الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. وفي هذه المناسبة السعيدة اقول لكم ان انا هاخد اجازة صيفية ان شاء الله عشان اشحن طاقة، عشان انا بني ادم برضو، لما اشحن الطاقة هنرجع بقى بكتب احلى واجمل، وكتب هتستمتعوا ان شاء الله ان انتوا تعرفوا عنها. اشكركم والى اللقاء بعد الاجازة الصيفية.